ولد داوود قال في الامارات مؤتمر صحفي عن ما سول عن عبوديه موريتان، قال عن معاصي موريتان الاحراطين في موريتان. موالي شنداروا منه فتوى؟ ما اختن مولانا شنداروا منه؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا الحرب مع مولانا ما غادي نديك شفتي ولا لا تفتي، مسؤوليتك تتسنى امام رب العالمين. ما غادي نفتواكم انا واعد الصحراء ان شاء الله بعد ايام عمي ينقالوا اعبي والسليمان اتوفى في الصحراء بالله وتالله اللي مبيوع 55 صغير مبيوع في الصحراء مبيوع شهر الصحراء توفى. انا جهون شوي ايام ما قد شفتوا انا واحد وراك واعدوا منين ولد دادو منين هما راعي ولاده ولاد ولاده والله قسم بالله ما نعرفهم ما سام نصير راح امرز. ومولانا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول مولانا مولي يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أرحام صدق الله العظيم يوصى عليهم الآن السلام. كان يبيع العبيد هو مصراني كان 1600 سنة 1600 اللي دوريكاتيا 412 عام كان يبيع العبيد يقبضهم من هون يمشي بهم شهر سنغال ويمشيهم على زيد دبريل يمشيهم ليه هنا اعطى النصراني ياسر يشري العبيد من هون يبيعهم دول البيضان قاموا قال عنهم قلبه مات له مسرع قاموا كتب رساله ومشى للعلماء البيضان هون قال من اختاركم تقولوا لي ذو العبيد تبيعوا لي شنو مو في دينكم اذا كان دينكم محلل أعوذ بالله اختار ويا نصراني من هولندا بيع العبيد قال لهم نختار نعرف شو يقول رسولكم فيهم قام يكتب له واحد قال له عدود المباركي عدود المباركي ابو محمد سلام العدود هو خاص بهم كاملين قام يكتب له رساله اعلن ديننا ورسولنا لأنه محل العبودية وعلنه ما يأكل لأن العبد اللي يعود عنده زوجة الحرطاني اليوم اللي يعود عربي رافع عليها وهي متزوجة معه العبد بس بالله ويتم يبات معه ويتكي معه الله أكبر لأن اختاروا نسولهم هم ذوك العلماء بس من حيلة قد تعود مرأة لراجلين هذا هو فقهم هم اللي يقولوا الله يرضى قالوا النصراني عاقل نصراني عاقل ايوه قالوا النصراني بس من حيلة هاي الخادم اللي يتكي معاه عربية وهي متخيمة إذا جابت ول قالوا إذا جابت ول واعترف به ولوا وإذا ما اعترف به هذا هو الفقه ها؟ ايوه شوف ايش قال مولانا قال مولانا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا هذا هو قال مولانا قال ومن يفعل ذلك فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعد له عذابا اليما هذا هو المختار نقولوا وراني شاهدكم جزاك الله قولوا له شنو جوابهم على هذه المباريات اللي جات هذه الرئيسه السجناء هم هذه المباريات مشاريع لهم في 500 ما هم صار وداولة بلاش وداولة حق الوقت السلطات الحرام العنصرية الدكتاتورية بقيادة الدكتاتور الأرعن محمد عبد العزيز شش شش والخس جنرالات اللي معاه زين داعي ذاك الزاني الكبير هو فرق الاختصاص في كل شيء حيش شرفاء الأئمة والفقهاء والعلماء وكافرين عليهم هون مثل هذا الوقت هي مريض فوري تحت قيادة العنصرية يقولوا لنا احنا نزور ما يكفي احنا هون من الباب نيام غناتية تير مودي نقول فيك الناس يقول ذاك نوع من الكلام من درس لا يتباشى يتجاوبكم انتم هذا بالذات من هون من الحياة بداية تنتجاتهم تحتاني صدراي كانوا بلايتي تاكلين صلوا تحت كلمة الزراء كانوا بلايتي يوخدوا الشحام ولا كانوا شداتي من هذا كانوا اليوم جبروا فضة والله جبروا مال نعطانهم نعطانهم هاي الوقت هو مولانا الصح اللي ما يعرفهم كلامه
قال كلمة فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله أكبر. قال مولانا لم هم هذا المنافقين قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وما حد شافهم شكلهم ياسرين يا غير مقليلين بيدي الباطل دائما يعود ياسرين يا غير مقوتهم ضعيف وهذا الحق دائما يعود قليلين كيف كنتم غير قوتهم كبيرة. هذه 20 راجل هم وعشر عليات غير خير مزيد ثلثم لايين ما في اللي تتكلم ما في اللي تتكلم ما في اللي تشوف هذا الباطل ما في اللي هذا الجلد خايف على كرش خايف على خلاص خايف على شخطه خايف على أردناس خايف على أشياء خايف على خداح غير ما اللي نصور البيضان نصور عبيد البيضان نصور كبار البيضان أمين حال العين وبياض حال العين وين هو وبياضها منين ما كان نقوله عنكم توما ونقالكم كحال العين حال العين هو مزروب هون واضح من البارح وكحال الاخر ضفوها مقفول عليه اللورة العين شو دابي الله ناس حالة ماشي هو يوقد الشحب ويوقد الحب وراكبين دوتات البارح كان هنا دي كوميسار راكب وقتها بسبع ملايين سام ماتريك الكوميسار برينسيبال في هاي البلدة راكب وقتها بسبع ملايين وهو من ناحية كثر الشغلة اللي عدلوا هذا الرجال الواقفين من الشغلة اللي عدلوا لا يمشي يربد يقعد دازر ولا طرازر يجي ويصوني يفتحوا عنه الباب ويخشوا بيرو ثاني كتبوا الزيوت مقعد موريتاني فيها 52 إدارة أمن جهوية ما فيها حرطاني واحد على الإدارة موريتاني فيها 12 والي فيها والي واحد من الأحراب موريتاني فيها 52 حاكم ما فيها حاكم في الأحراب موريتانيا فيها 182 محكمة ما فيها رئيس محكمة واحد من مو الحربان موريتانيا فيها 78 وكيل جمهورية ما في وكيل جمهورية واحد حربان موريتانيا عندها 300 678 قاضي هاي 678 قاضي ما فيها ما هو قاضي واحد حربان ايوا احنا نقوموا قايسين المرسى نشوف ولا المرسى اللي يجي احد يزق عليه عينه دور يشوف يا كان أغلبية موريتانيا حراطين والله بيضاء ترمولي نسولهم منين كحال العين منين بياضة موريتانيا بياض 18 جنرال من جنرالات الكرطون جنرالات ياغوت جنرالات البنبل جنرالات شويبات جنرالات بصرات كحل 18 جنرال ما في ما جنرال واحد حرطاني ومحصل بقلمه ودكتور وما في واحد عنده تخصص ولا كله مجنون موريتانيا فيها 5 قيادات أركان أركان الدرك، أركان الحرس، أركان القوات الخاصة، أركان القوات المسلحة، أركان البحرية، هذو أخمس أركان ما عليهم حرطاني واحد ومبدلينهم يوم ومدر ويبدلهم 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 ما فيهم حرطاني. موريتانيا عنده 82 سفارة في عموم التراب الوطني فيها كاملين ملحقين عسكريين ما فيها ملحق عسكري حرطاني واحد. عقب ذاك يوقفوا ويحكموا الشباب الطيبين الشرفاء علي نصو سالم فال والإمام إبراهيم الفقيه على من تنم قالوا الحبيب الشيطان ومولانا قال مثل الذين حملوا التوراة والتوراة ترى واكم كتاب اليهود ما هو كتاب القرآن قال عندك المال في كتاب اليهود كمثل الحمار يحمل أسفاره والحبيب الرحمن مولانا قال عنه كمثل الحمار احنا لا مازلنا نقولوا للشيطان راني نهنى ذوك الشباب اللي عدلوا ذيك المهمه يا امس والدور تما لا تتكرر في اللي هو مولانا قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هذا هو اللي نقول لك نهنى الله يحفظك وخير منهم وخير منا احنا وخير من ذوك الساكين هك يحانوا النتيجه وخير من ذوك وزراء العبيد من البيضان كيف شيوخ ادواب اللي كانوا سابقا ينجابوا يتمنين تعبد هام وجنبر من بعض الشيخ دبان يعود متين وصحيح ويشكرفو ياك عدد البيضان بيطايد هما بدل من يعودوا حاكمين هذا الشرفاء المحكومين هون لورا يا الله شوف هذا الشارع عندهم هذا الشارع عندهم عليه ناس بيع الخمر في بيتي سانتا وبيتي كافي وبيتي قصران العمر وفي هنا البلدات اللي بدل الزنا فاتحينهم لمناتهم مناد كوماندات ومناد الجنرالات فهمت ومكوفرينهم بوليس مكوفرينهم كوميسارات مكوفرينهم هاد الجدهات مكوفرينهم جنرالات اذا هما ما يقدروا يسموا الاسلام
ولا يقدروا يتمنوا الاسلام ولا يقدروا يقولوا عنهم من ضمن المسلمين. بين الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لين قال لهم انا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا جمت البلاء ان دماءكم واموالكم عليكم حرام تحرمت يومكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، ماله دمه وعرضه. والعرض تنقال كرامة الإنسان، تنقال شرفه، تنقال احترامه، تنقال تقديره. هذا هو القال مولانا. غير هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الله أكبر. الله أكبر. من الناس اللي منافقين واللي قال مولانا فيهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا هو القال مولانا وهم يعرفوه غير كانوا لامينه. كيف ما كانوا يعرفون العبودية حرام غير نحرقنا احنا الكتيبات كتيبات خليل اللي ما معمول بها في العالم الإسلامي. المغرب ما يعمل بخليل، السعودية ما تعمل بخليل، الدول العربية ما تعمل بخليل، والدول العربية راياكم هي أكبر دول موجودة. أنا أعطيت فيها 17 عام من عمري ما يشموا الخرى ولا يصلوا على النبي ولا يزكوا ولا يصلوا ولا يطهروا ولين يشم الحمير ما يعملوا خليل. خليل عند جميع من البيضاء جابوه هنا ديا في زمن قديم وحكموا به باطنا احنا بهم اللي كانوا جاهلين يقولوا لهم هذا ما يمتس وهذا ما ينقرا ويفتحوا لهم ويخرصوه ويقفلوه.